أول شيء نقول مبروك للهلال، مبروك الفوز، مبروك الدوري. أنا أعتقد أتفق مع الدكتور، يعني الشوط الأول عمل الهلال كل شيء لكن ما استطاع يسجل لسبب واحد، أنه قابل تنظيم، يعني واجه تنظيم دفاعي من الفيصلي مميز، بالمقابل أنه معتمدوا الهلاليين على الكرة العرضية. الشوط الثاني بالطبيعي ينزل رتم لاعبي الهلال لأنهم أجهدوا في الشوط الأول، ولكن الفيصلي يعني احنا عندنا مثل يقول لك كثر الطق يفك الحام، ما قدر يعني بالدقيقة 82 خلاص انتهى يعني قوة الفيصلي أو مقاومته على صح الهلال، واستطاع أن يسجل قوميز هدف جميل بعد ما طبعا جوما العمق لأنه على أطراف تقفرت الحلول، وسجل خربين هدف يعني بعد ما يعني تقريبا انتهت المباراة بالدقيقة 96. قول مبروك يا أبو كرم للهلال ومبروك للفيصلي والمصطفى ملايكة هذا الأداء والمستوى الجيد. طيب